مساء الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ دكتور باسم، جرح تجميل. فيديو بسيط حلو كتير عن 13 غذاء يرفع من قدرات المخ على التركيز وبيحسن من أداء الدماغ. شو هن؟ الزنجبيل، التفاح، البطيخ، الكرنب، الخس، القرع، الصنوبر، اللوز، الجوز، العنب البري، الكرنب، والبروكولي، والقرنبيط. الزنجبيل أكيد يعتبر من مضادات الالتهاب ويساعد على حماية من أمراض الدماغ. التفاح يغذي العقل والعواطف بالطاقة، بيقولوا كل تفاحة كل يوم تبعد عنك الطبيب. البطيخ، معروف البطيخ بحسن وظائف في المخ. كرامب، الملفوف، يعني تناول كميات كبيرة منه يقلل من خطر سرطان الدماغ، الرئة، وأيضا البروستات. الخس، يزيد من تدفق الدم الواصل للدماغ ويطهر الدم، بنقي الدم. طبعا عادة على كل اللي حكيناهم نحن حتى لهم غنيين بالألياف. القرع يحفز الدماغ وبنشطه. على عادة بالمجمل كل اللي مرق في ألياف. الزنجبيل أكيد معروف في ألياف. التفاح في مادة البكتين، مادة البكتين بتعمل مثل وقت بتمر بالأمعاء فبتمتص تجذب إلى وقت بتعمل مثلا ما يسمى الجيلي الطيب كتير. ممكن تستخدم البكتين الموجود بالتفاح وما شابه ذلك وقت بتعمل مربى، هل بخليها تجمد. هو البكتين بيمتص له المواد اللي ممكن تكون سامة. البطيخ، الكرنب والنوع يعني الملفوف الأخضر والأحمر، والخس كله ألياف. القرع نفس الشيء. هل عنا صنوبر بحفز أنشطة الدماغ. اللوز يزيد تدفق الدم الواصل للدماغ. والجوز غني بالأوميغا 3. هلا ثلاثة هدول غنيين بالأحماض الدهنية اللي بيساعدوا كتير على وظائف المخ. العنب البري فيه كتير أنتي أوكسيدانت بحسن مهارات تعلم المهارات الحركية. عادة عنا الكرنب بأنواعه. الكرنب الصغير اللي صاير الكرنب الصغير يحتوي على التروبتوفان الذي يتحول الى السيروتونين في الدماغ. البروكولي انتي اوكسيدانت يساعد كثير في تحسين وظائف المخ. والقرنبيط هي الزهره يعني يساعد على تطهير الماده البيضاء في الدماغ والعمود الفقري. السكرتون هن مثل ما قلنا زنجبيل، تفاح، بطيخ، كرنب، خس، القرع، صنوبر، لوز، الجوز، العنب البري، الكرنب الصغير، البروكولي، والقرنبيط. هدون حاولوا شوفوا، تابعوا الشانل الاولى، شوفوا الاغذيه اللي بتناسبكم انتم كزمر الدم. ما شرط تنطقوها كلها، انتقوا اللي بيناسبكم. ارجعوا للقناه الاولى وشوفوا سلسله زمر الدم شو بيناسبكم. اهلا وسهلا، ان عجبكم الفيديو اعملوا لايك، اشتركوا بالقناة، شاركوا الفيديو مع غيركم، فعلوا زر الجرس. اهلا وسهلا فيكم، معكم دكتور باسم.